مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. وسلام للجميع. اليوم احنا معكم بانبوكسنج لاربع باكجات. اربع باكج. بس في سؤال بيسالوني ناس كثير، ليش ما بحط اللينك للمواد الاغراض اللي بنشتريها تحت؟ الاغراض بنشتريها كلها من امازون، كلها بنشتريها من مصارينا، فما عندنا افلييشن مع حدا، عشان هيك ما بدنا ناخذ الريسك، ما حدا بدعمنا بهذا الموضوع. بتقدر تروح في اكثر من سيلر لنفس الشغله، مثلا بدك ساعه، ممكن تروح تشوف الساعات، تشوف الفرق بينهم، عشان تكون انت صاحب القرار. فاحنا ما بدنا نحط انفلونس عليك، احنا بس بنورجيك شو الشغلات اللي بنشتريها واذا عجبانا ولا لا. فبس عشان نكون واضحين، هذا بس ديسكليمر. خلينا نبدا في الاول. اول شغله طلبناها هاي، طلبناها صراحه من الي اكسبرس. هاي صح، الي اكسبرس اخذت حوالي 3 اسابيع، 3 ويكس اي ثينك 4 ويكس. يا هاي ل التليفون ما عنده وايرلس تشارجنج. يس، زي تليفوني هلا ما عنده وايرلس تشارجنج، وتحطها تعملها بلوج، بعدين تعمل بالباك بالكيس تحطها، وهي بده وايرلس تشارجنج. نشوف اذا تعمل شو بدها تعمل. يعني سهل جدا، اسمها وايرلس تشارجر باد. اوكي، يعني هذه هي كيو اي وايرلس تشارجر باد. طيب خلينا نبدا بهذا. يلا اوكي دوكي. هون عنا اثنين اشياء. هاي charcoal powder، هذه عشان تنظف الاسنان وتنظف تبيض الاسنان. الشاركل اللي هو الفحم، هذا عبارة عن باودر للفحم، من فحم عشان تنظيف الاسنان. مفروض انه ببيض الاسنان طبعا، يعني مش 100%، لكن خلينا نفتح لكم اياه. هو باودر مفروض، وهذا عبارة عن ألم، ألم بلون الأسنان، ببيضها temporary يعني. white smile بسموها، white smile pen. حبينا بس نجربهم. خليني أفتح لكم هذا وأرجيهم هذا. هذا البوكس للشاركول. شوي شوي لأنه هو باودر. نفتحها في ليد. بس بقدر أشوف. واو، باودر صح؟ باودر. وهاي هذا هو، شوفوا مش عارف بغير، حنجربها ونحكي لكم. في اشي هون لازم نقرا لي. هيك طلع طلع، واو صار اسود لونه. بدك تخلص الحلقة، خليك هيك. طبعا الفحم بيعمل ابزوربشن، بسحب الوسخ، فهذه هي الفكرة يعني. فحم عادي مطحون بس طبعا منظف. طلع طلع شو سويت. يلا اللي بعده. اللي بعده هون عنا. اوكي، 4.88 duplex USB charger, 15 watts tamper resist. هذه عبارة عن شغلة قلت بدي أجربها، كنت ناوي أشتري صراحة 10 أرخص، نغير كل اللي في البيت، بس قلنا نغير. هاي زي ما أنتم شايفين بس بتغير، فيها USB charger يعني ما في داعي تأخذ أدابتر، وفيها wireless C هاي للفاست charging. فحنغير واحدة من الغرف ونجربها ونحكي لكم شو رأينا. هي عبارة عن فيشة يعني. اوكي، اللي بعده. اللي بعده
احذر شوي يا دي. في باتري، في باتري هذا. سمارت واتش. سمارت واتش. ايفونز. درون. ميني بوكيت فولدينج درون. ميني بوكيت فولدينج درون. خلينا نجربه. هذا انا كثير اكسايتد تو تراي ات. اذا كوميدي انهانسمنت ذم سو ثينج ادلتس اند تشيلدرن ذا كواليتي اوف اور برودكتس سيلينج كيپ اون ناو. واو شوفوا. هون درون معقول بس الكنترولر اكبر من الدرون. كيف تفتحها هيك؟ صح. بدنا نفتحها شوي شوي. اوه هاي هيك. طبعا بالصور بتبين الدرون، بتقول هاي الطياره بدي اطلع عليها انا. بالصور. اما هو الدرون فعلا هذاك شكله يعني. بس طبعا في كاميرا هاي. هذا هو. اوكي هذا هو يا جماعة الدرون، شايفينه؟ هاي هي. هاي هي. هاي هي. هلا هاي اي ثينك تفتح هيك. اوكي. هاي الكاميرا هون شايفينها قدام. طبعا ما فيها جيمبل. اي دونت ثينك انه فيها جيمبل. ما بعرف ليش البتن بليسمنت هيك شخص ديفرنت يعني نورمالي هم. هاي الباتريز اي ثينك. هاي البطارية. سيمز تو بي لايك ا باتري. عارف هذول ثلاث بطاريات شكلهم. هون الشارجر. هذا الشارجر وفي مفكات. البتن سبيسمنت ويل. صح. طيب حنجربها هاي نشوف كيف وضعها وحنقول لكم شو راينا فيها. اوكي ثانك يو. شكرا. اذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوف الريفيوز لهدول البرودكتس. اعملوا سبسكرايب وشوف الحلقات الثانية. باي باي. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.